النهارده عندنا مجموعه من الاخبار والموضوعات والفقرات اللي تهم حضراتكم، ولكن خلونا الاول نبدا بالاخبار اللي حصلت امبارح. كان ابرزها استقبال سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لوفد ايطالي رفيع المستوى برئاسه انطونيو تاياني نائب رئيس الوزراء الايطالي. سياده الرئيس اكد ترحيب مصر بالمسؤولين والشركات الايطاليه اللي بتمتلك رصيد كبير جدا من العمل المثمر على الاراضي المصريه. اكيد امبارح كمان افتتح الدكتور مصطفى مدبولي المعرض الرئيسي اهلا رمضان، وده كان في مدينه نصر وبمشاركه 400 عارض وشركه من اكبر الشركات المنتجه والمورده للسلع الغذائيه. تفاصيل اكتر واخبار اكتر خلينا نتابعها في التقرير اللي جاي. في مجموعة من الأخبار والأحداث المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي وفد إيطالي رفيع المستوى برئاسة أنطونيو تاياني نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي. وأكد الرئيس ترحيب مصر بالمسؤولين والشركات الإيطالية اللي بتمتلك رصيد كبير من العمل المثمر في مصر، ونوه بوجود آفاق واسعة للتعاون الاقتصادي على جميع الأصعدة. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لقاء موسع مع نائب رئيس الوزراء الإيطالي وعدد من ممثلي الشركات الإيطالية، وخلال اللقاء تم استعراض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري واللي بتؤكد استمرار نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري بنسبة 3.9% رغم الوضع الاقتصادي العالمي وحالة عدم اليقين اللي فرضتها التحديات والمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية. امبارح افتتح الدكتور مصطفى مدبولي المعرض الرئيسي أهلا رمضان بالقاهرة بمشاركة 400 عارض وشركة من كبرى الشركات المنتجة والموردة للسلع الغذائية. وقال رئيس الوزراء إن معرض أهلا رمضان الرئيسي بيتضمن 126 جناح لاستيعاب كل الشركات، وإنه اطمأن على توافر السلع بأسعار مخفضة تصل ل 50% لبعض السلع. امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والمالية بشأن برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. البروتوكول ده بيأتي في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم دعم ثابت من وزارة المالية من إيرادات الدولة للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. وتم الإعلان عن إن وزارة المالية هتقوم بادخار مبلغ بقيمة 1000 جنيه سنوياً لكل سيدة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى، وبيستحق المبلغ المتراكم ليها ببلغها سن 45 سنة. امبارح الحكومة نفت الشائعات اللي ترددت بخصوص حذف أجزاء من مناهج شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قال إنه الكلام ده مش حقيقي، وإن المقررات الدراسية لطلاب شهادة الثانوية العامة كما هي دون حذف أي أجزاء منها، والطلاب هيؤدوا الامتحانات في شهر يونيو 2023 في جميع أجزاء المقررات الدراسية كاملة. وفي جولة المحافظات معنا مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة والأحداث اللي حصلت امبارح، ومنها افتتاح 4 معارض أهل رمضان بقرى كفر الدوار في البحيرة، وافتتاح الملتقى التوظيفي لتوفير فرص عمل للشباب في أسيوط. كمان امبارح تم تنظيم قافلة طبية للكشف على أكثر من 1100 حالة ضمن مبادرة حياة كريمة في محافظة الغربية. كمان أيضا تم توفير أجهزة طبية حديثة لمستشفى المخ والأعصاب في محافظة المنوفية، وأخبار تانية كتير هنعرفها في سياق التقرير القادم. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من البحيرة اللي تم فيها افتتاح 4 معارض ومنافذ أهلا رمضان بقرى الأمراء وسيدي غازي وكوم البركة وزهرة بمركز كفر الدوار، وده ضمن 9 معارض مقرر افتتاحها خلال الأيام القادمة، بالإضافة للمعرض الرئيسي بالمدينة اللي تم افتتاحه خلال الفترة الماضية لتوفير السلع الغذائية بأسعار تنافسية تقل عن مثيلتها بالأسواق بنسب تصل من 25% ل 30%. في قنا بدأت الوحدة المحلية لمركز مدينة نجع حمادي في إخلاء جميع شوارع المدينة من الباعة الجائلين ومفترشي الطرق، مع توفير بدائل ليهم لضمان عدم عودتهم للشارع وحفاظاً على الحركة المرورية والمظهر العام للمدينة. وتم نقل الباعة لحديقة الأسرة سابقاً بشارع 15 مايو كمكان مؤقت حتى يتم الانتهاء من السوق الحضاري اللي بيجري إنشاؤه بترعة الضمرانية.
في الغربية نظمت جامعة طنطا قافلة طبية شاملة لقرية صناديد لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للمرضى. شهدت القافلة الكشف الطبي ل 1112 شخص من خلال 14 عيادة مع صرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 69 حالة لمستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة. في أسيوط تم افتتاح الملتقى التوظيفي اللي نظمته مديرية القوى العاملة بالمحافظة، وده ضمن أنشطة مشروع مناهضة الهجرة غير النظامية بصعيد مصر، وبيوفر الملتقى فرص عمل حقيقية للشباب من الجنسين بمشاركة العديد من شركات القطاع الخاص. في الدقهلية تم استلام الدفعتين الأولى والثانية من الأشجار المثمرة وأشجار الزينة لتوزيعها على مراكز ومدن المحافظة لزراعتها، وده ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة. في أسوان أقام نادي الأدب بقصر ثقافة أسوان احتفالية خاصة بمبنى قصر ثقافة العقاد بكورنيش النيل ضمن احتفال المحافظة بالذكرى 59 لوفاة عملاق الأدب العربي عباس محمود العقاد. في الوادي الجديد أعلنت مديرية الشؤون الصحية ختام قافلة طبية مجانية لأهالي قرية الموشية التابعة لمركز الدخلة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج مجاناً للمستفيدين. في المنوفية تلقت إدارة مستشفى جراحة المخ والأعصاب بشبين الكوم دعم لقسم العلاج الطبيعي بالمستشفى بأحدث الأجهزة لخدمة المرضى، وده في إطار تحسين الخطة العلاجية والتأهيلية للمريض.